معنا من واشنطن خبير الشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس. دكتور وليد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. كشف السعودية عن جزء من التحقيقات، إلى أي حد يخفف من حدة الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قضية خاشقجي برأيك؟ أولا، هو أكثر من جدل، هو حملة منظمة من قبل كتلة اللوبيات، ما يسمى بجمع اللوبيات، الذي هي كانت تعارض المملكة وحلفائها في التحالف العربي منذ سنتين على الأقل، إن لم نكن أكثر. وطبعا هنالك جزء من الرأي العام، وهنالك فعاليات وأعضاء في الكونغرس تأثروا بهذه المعلومات، في ظل عدم تمكن الرياض في خلال 10 أيام من التكلم لأنها كانت تقوم بالتحقيقات. إذن هذا أثر على الإدارة، أثر على الرئيس، وصدرت عنه تصريحات أنه سيكون هنالك عقوبات إذا تبين أن الموضوع إما غير واضح أو لم يعني نحصل كأمريكيين على المعلومات الكافية إلى ما هنالك. الآن مع صدور هذا القرار الكبير باعتقادي من قبل السعودية، هذا قد يؤثر على إعادة التوازن في واشنطن. نعم، كما تعلم بعض أعضاء الكونغرس دكتور وليد، أيضا الإعلام الليبرالي شكك فيما أوردته النيابة العامة السعودية. هذا التشكيك هل ينم على البحث عن حقيقة ما حصل مع جمال خاشقجي، أم أن هذه الجهات تريد توظيف الأمر لغايات سياسية برأيك؟ يعني حوالي ربما 80% من الذين يشككون هم قد شككوا أساسا بالتحالف الأمريكي السعودي وبالتحالف العربي، يعني نفس الشبكة من المعلومات أو من الإعلام أو من حتى رجال السياسة، وقد وضعت ذلك على تويتر شخصيا منذ يومين. نفس هذه الشبكة هي التي تقوم باستهداف العلاقات بين واشنطن والرياض، بين واشنطن والمنطقة، استعمال موضوع المرحوم خاشقجي، هذا الملف استعماله في حملة سياسية. لذلك أنا لا أعتقد أنه الذين سوف ينتقدون الإداء السعودي هم يعملون ذلك لأنهم يبحثون عن التفاصيل الحق والباطل في هذا القرار، هم يبحثون عن إضعاف هذه العلاقة، لأنه وراءهم قوى كبرى مثل الاتفاق النووي الإيراني الذي هو يضغط، جماعة الاتفاق النووي الإيراني يضغطون على واشنطن لكي تخفف علاقاتها مع التحالف العربي. نعم، تحدثت دكتور وليد عن أن بعض أعضاء الكونغرس يلوحون بمسألة العقوبات، كيف سيتعامل الرئيس دونالد ترامب مع الضغوطات في الكونغرس برأيك؟ باعتقادي قبل القرار الآتي من الرياض كان الوضع صعب، لأنه يضعون ضغطا عليه والجميع آت على انتخابات نصفية، ولكن هذا الضغط متبادل. بعد صدور القرار من المملكة أنه هنالك آلية قانونية وهنالك عدل، وطبعا المسألة سوف يعني التحقيق سوف يطول، هنا في واشنطن تحقيق منذ عامين بموضوع التدخل الروسي في الانتخابات سنتين، إذا نحن لا ننتظر نتائج سريعة، ولكن عمليا الذي حصل هذا سمح للرئيس لكي يخاطب قاعدته الشعبية عندما يخرج على تويتر أو في الإعلام، هو يتكلم مع قاعدته الشعبية، وكثير من هؤلاء السياسيين المشرعين هم مرشحين في الانتخابات الآتية النصفية، لذلك ربما المعادلة تقلب، يعني بإمكان الرئيس أن يقلبها من ضغط عليه إلى ضغط عليهم. أشار دكتور وليد لمسألة اللوبيات التي لعبت دور مؤثر في قضية خاشقجي بما يسيء لسمعة المملكة، لو أشرنا بالأسماء لهذه اللوبيات سيد وليد. أنا بإمكاني أن أشير إلى القوى التي لها لوبيات هنا، لا يمكنني أن أدخل في التفاصيل تنظيمات أسماء شخصيات، هذا لن أقوم به يعني في الإعلام. هنالك طبعا اللوبي الأقوى هو اللوبي القطري دون شك، معروف وواضح وصدرت مقالات، حتى هي هذه المقالات قالت أن اللوبي القطري بإمكانه أن يؤثر على حوالي 200 شخصية قريبة من الرئيس ترامب، هذا لم نتكلم عن المعارضة الديمقراطية، إذن موضوع واضح، وهذا اللوبي تحرك وبقوة وحتى تخطى الحدود، يعني الحدود كانت التحقيق من فعل وما هي الظروف، باتوا هم يضغطون أنه كيف يجب قطع العلاقات وحتى تغيير القيادة في المملكة العربية السعودية، ذهبوا بعيدا جدا. اللوبي الثاني هو اللوبي الإيراني، اللوبي المؤيد للاتفاق النووي الإيراني، هذا أيضا تحرك. هذه القوتين تمكنتا وبقوة في الأسبوع الماضي من أن تؤثر على الرأي العام الأمريكي بشكل عام وحتى على القاعدة الشعبية لترامب إلى مرحلة ما، ولكن الرئيس كان له موقف واضح جدا، قال إذا كان هنالك خطأ فلنعرف بهذا، نتعرف على هذا الخطأ ونعالجه. الآن بعد صدور القرار السعودي باعتقادي أنه الرئيس ترامب سيواجه الرأي العام ويتصارح معه بهذا الموضوع. نعم،
البعض دكتور وليد أيضا يطالب بتدويل قضية خاشقجي ويطالب برفعها للقضاء الدولي، ما الهدف من وراء هذا التدويل؟ وهل إذا ما دولنا هذه القضية ستعطي نتائج فورية وحاسمة أم الأمر هو يدفع باتجاه تسييس هذه القضية؟ هو أساسا تسييس، مش يدفع باتجاه تسييس. ما هو تسييس؟ يعني أولا على الصعيد القانوني الدولي، وكان ذلك من اختصاصي منذ عشرات السنين، هذا مواطن مفقود الفقيد، مواطن سعودي، والفاعلين كما فهمنا الآن من القيادة السعودية سعوديون، وهنالك إجراءات تتخذ في السعودية. يعني هو عمل من ضمن الوضع الداخلي السعودي، وبالتالي العدالة السعودية هي تأخذ مجراها. من هو غير راضي على هذا الموضوع، ويمكن أحزاب سياسية، أنظمة، أشخاص، يمكن أن يذهبوا إلى العدل الدولي ويرفعون قضية على الدولة السعودية، هذا ما بإمكانهم أن يقوموا به. ولكن أن يذهبوا إلى أين؟ إلى مجلس الأمن؟ وهنالك 20-25 ألف قضية من هذا النوع في العالم. يعني من إنه إيران وتركيا وقطر وسوريا هم الذين سوف يذهبون إلى مجلس الأمن ويقومون بشكوى، وفي سجونهم صحفيين، وهنالك من اختفى. لا أعتقد أن هذا سوف يكون واقعي. شكرا جزيلا لك دكتور وليد فارس خبير الشؤون الأمريكية، حدثتنا من واشنطن.